نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق تأصيل الحوار مع كل الفضاءات الإنسانية، الفضاءات الاقتصادية، الفضاءات السياسية، هو يدل أولا على الحكمة، الحكمة التي تقود هذه الدولة في إيجاد وتجسير الهوة الثقافية بين المنظومات الفكرية، كانت غربية، كانت شرقية، كانت صينية، كانت روسية، مع العربي ومع المسلمين. تأتي مبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد في الاتفاق الاستراتيجي روسيا العالم، روسيا دولة الإمارات، لكي يحمل، يكون رافعة إلى هذه المبادرة الكبرى من أجل إيجاد حوار جاد وبناء شراكة فعالة وعملية بين روسيا والمكونات العربية والإسلامية. عينك على العالم.